والسكري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة. يسعدني أكون معكم أنا نشوى السكري لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى ساعة 2 بعد الظهر، وحوار طبي جديد وضيف مميز جديد من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة. في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنستضيف ضيف جديد وبنناقش موضوع طبي جديد، بنناقش أبرز المستجدات المتعلقة بعلاج الأمراض المختلفة، أعراضها وطرق تشخيصها وكيف يمكن أن نقي أنفسنا منها. أينما كنتم ومن فين ما كنتم بتتابعونا مستمعينا الأعزاء، سواء كان من راديو السيارة أو من الجوال أو من التطبيق، بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم واستفساراتكم واستشاراتكم لضيف حلقة اليوم على واتس البرنامج 055-66-89-01. أيضا بإمكانكم التواصل معنا من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، إنستغرام، تويتر أو حتى اليوتيوب. الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة من بثها. اللي حابب أنه يستمع للحلقة من بدايتها أو يرسلها لأحد مهتم بالموضوع اللي طرحناه فيها، هيلاقي الحلقة موجودة بإذن الله على حسابنا ألف ألف أف أم على اليوتيوب. موضوع حلقتنا اليوم موضوع منتشر وشائع بين الأطفال، وهو عن انسداد الأنف اللي بيعتبر من المشاكل المنتشرة وتحديدا في فصل الشتاء مع برودة الأجواء. طبعا انسداد الأنف له أسباب مختلفة، منها تضخم اللحمية، ربما مشاكل مختلفة مثل حساسية الأنف وغيرها. في الغالب بيتعرض الأطفال لهذه المشاكل نتيجة التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا أو الحساسية الشديدة. اليوم هنناقش هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا دكتور عماد المهندس أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. حياك الله دكتور عماد وأهلا وسهلا. حياك الله. أهلا بحضرتك. طيب دكتور، إحنا في الأول بنتكلم عن انسداد الأنف اللي بيزيد مع الأطفال في فصل الشتاء في مراحل عمرية مختلفة. خلينا في البداية كده نعرف ليش أغلب الأطفال ممكن يصير عندهم انسداد الأنف. طبعا انسداد الأنف ده من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للأطفال، ومهمة جدا بالنسبة للأباء والأمهات إنهم يعرفوها، لأنها من الحاجات اللي هي بتأثر على طريقة حياة الطفل وتأثر على حياته. طبعا دي بتأثر بالتالي على الأب والأم. انسداد الأنف في الأطفال طبعا هو لو عرفناه بحاجة بسيطة كده، هو يعني إن الجسم بيطلع إفراز كمخاط نتيجة للأجسام اللي بيتعرض ليها بمنتهى البساطة. احنا طبعا كل كلامنا النهاردة هنتكلم على الانسداد الموجه إلى الأنف، لأن ده من الحاجات اللي بتحصل دايما كتير. طبعا هو ليه أسباب مختلفة وأسباب كتير، بس في أسباب بتبقى أسباب الأسباب الشائعة اللي احنا بنشوفها كتير وتقابلنا كتير في العيادات. طبعا أشهر وأكبر سبب موجود هو تضخم اللحمية في الأطفال، بالإضافة بقى لحاجات تانية، في زي التهاب الجيوب الأنفية في الأطفال، في حساسية الأنف ودي شائعة جدا جدا في الأطفال، في حاجات تانية بتحصل أثناء بعد الولادة على طول، الطفل لسه رضيع بيبي، في حاجات بيتعرض لها الطفل بتأثر عليه زي أي التهابات بتحصل. التهابات ممكن تكون التهابات فيروسية زي البرد العادي اللي بنسميه الكومون كولد، أو التهابات بكتيرية، دي أشهر حاجات اللي بتحصل. تمام. خلينا نتكلم عن أشهر حاجة بتحصل للأطفال اللي هي اللحمية في الأطفال. أيوة نبدأ باللحمية، لأن دي من الحاجات المزعجة جدا للأب والأم أكتر كمان من الطفل. اللحمية باختصار هي عبارة عن تضخم زي ما نقول كده جسم لمفاوي أو مركب لمفاوي، هو جزء من أجزاء المناعة اللي موجود في الجسم، زي مرض اللوزتين موجود في أعلى خلف البلعوم الأنفي. طبعا نتيجة إن هو بيتضخم بيكبر، فبيأثر إن هو بيقفل خلف الأنف. هو ليش بيتضخم أصلا يا دكتور؟ التضخم بتاعه حاجات كتير، ممكن إن هو تعرض لالتهابات متكررة، التهابات بكتيرية، التهابات فيروسية، الطفل بيجيله برد كتير، الطفل عنده حساسية مستمرة بتأثر عليه، ممكن بدون أي سبب إن يحصل تضخم في الجزء الليمفاوي ده فبيقفل خلف الأنف.
تمام. طبعا لما بيقفل خلف الأنف بتبدأ تظهر الأعراض. بتبدأ الأعراض من أول حاجة إن الطفل يحصل دايما زكام ومناخيره دايما مقفول، الأنف دايما مقفول. بعد كده ممكن تزيد الأعراض وتبقى زيادة للسائل المخاطي اللي موجود. بعد كده الدنيا بتتطور بقى، يعني بتيجي الأب أو الأم يشتكي إن الطفل ده بيعرفش ينام كويس، بيطلع صوته وهو نايم يعني زي اللي بيشخر، واللي أكتر منه انقطاع التنفس أثناء النوم. لأن دي طبعا من الحاجات الخطيرة أيوه. ومن الحاجات اللي بتأثر علينا وبتخوفنا كلنا. نعم. الموضوع مع الإهمال أو إن احنا من يعني متبعش كويس أو 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 ممكن يحصل تأثير على الأذن، يحصل التهابات في الأذن الوسطى، تجمع مائي وسوائل خلف طبلة الأذن نتيجة إن في قناة هوائية ما بين الأنف والأذن بتسد نتيجة وجود اللحمية. نعم. الموضوع ممكن يتطور بعد كده، يتطور بعد كده إن دايما في مخاط كتير بينزل الصدر فبيأثر على الصدر، بيعمل التهابات متكررة في الصدر. الموضوع بقى لو تساب وتساب مدة طويلة، لأن بعض الناس طبعا بتخاف من العلاج الوحيد اللي هو اللحمية وهو عملية استئصال اللحمية. فالموضوع ممكن يزيد مع الطفل، يزيد مع الطفل في أنه يتأخر نموه العقلي، يتأخر أنه يبدأ يتكلم، يتأخر أنه يبدأ يتفاعل، يحصل تباعد في الأسنان، يحصل تغير في شكل الوجه. لأن دكتور معلش اسمح لي، هل في بعض الآباء والأمهات بيفضل أنهم ما يستأصلوا اللحمية ويترك الطفل يوصل لهذه المرحلة من المضاعفات الخطيرة؟ بص حضرتك، هو في عندنا في الجزئية دي بالذات أنا واجهت في العيادة حاجات كتير. الأب والأم وخصوصا الأم بالذات بتخاف من حاجة اسمها عملية بالنسبة للطفل دي. مبدئي هذا خوف نفسي غير خوف مبرر نفسي. صراحة خوف نفسي. الحاجة الثانية، الحاجة اللي احنا عارفينها واللي هي بتتكرر وللأسف هي يعني ملهاش أي تدخل بالجراح، لكن هي ممكن تكون طبيعة الجسم أو إن هي بتزيد، إن العملية بتتكرر. يعني العملية ممكن تعمليها وبعد سنة سنتين يحصل نفس الكلام، سواء بقى إن احنا مهتمناش بعد العملية أو الجزء الليمفاوي زاد تاني، فطبعا الموضوع ده بيزيد. فالعملية بتتكرر، فتيجي الأم تقولك أنا حامل ليه عملية إذا كانت العملية هتتكرر على الطفل، بيقولوا إن هي بترجع. أيوة. فأنا مش عايز أعمل عملية بمنتهى السهولة. الحاجة الثالثة، لأن عملية اللحمية من الحاجات برضو اللي هي عملية بسيطة وكل حاجة، بس يعني زي أي عملية لها مضاعفات. فهي ممكن تكون سمعت مضاعفات من هنا ومن هناك فبتخاف الطفل. فكونت فكرة أو معتقد أنه لا خليه كده طالما أنه العملية رح يكون لها مشاكل مثلا بعد. بقول لحضرتك هي الفكرة أن في أن احنا في بعض الأحيان لما بنيجي نعالج بندي بخاخات للأنف، بندي مضادات حيوية ساعات لو في التهابات. في بعض الأحيان لو في التهابات في الأذن الوسطى بندي أدوية زي أدوية الكورتيزون، فكل الموضوع ده ممكن يهدي الموضوع شوي. بس تكرار أخذ المضادات الحيوية بشكل دائم برضو كمان على الجانب الثاني له أعراض. ده اللي بننصح به دايما، إن إحنا طالما إن في حاجة موجودة تستدعي عملية يبقى هو مفيش علاج تاني إلا العملية. صح. مجرد العلاجات هي علاجات إن إحنا بنصبر الطفل والأم، لا إما جسمه يتحسن، لا إما سنه يكون ملائم، لا إما يكون ملائم للتخدير، الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها. فالعلاج مش علاج جذري. العلاج عندنا مش علاج جذري، مؤقت. علاج مؤقت، علاج اللي يعتبر للأعراض وليس للسبب بس. لكن اللحمية من الحاجات اللي لازم تتعمل. يبقى احنا يعني دكتور احنا دورنا اليوم انه نوصل هذه الرسالة لكل اللي بيسمعونا الآن، لكل أم وكل أب عندهم طفل لا قدر الله مصاب بتضخم في اللحمية، انه لا تتردد أبدا في انه تاخذ هذا الإجراء والتوجه للطبيب لاستئصاله. ايوه، طالما ان انت في أعراض وتوجهت للطبيب والطبيب عمل لك الفحوصات وقرر. عمل لك المنظار، عمل لك الأشعة وموجود وقرر في عملية، لا داعي لتأخير عملية، لأن تأخير عملية بيدخلنا في حاجات تانية. يعني ممكن أنت مثلاً لما يحصل التهابات متكررة ومية ورطبلة الأذن هتضطر أن أنت تعمل عملية تانية مكملة مع العملية الأولى، فأنت بتخش في موضوع زايد بقى التأثيرات على الصدر والتأثيرات على الشكل. زايد من الحاجات اللي بتجيلنا وبيجيلنا كتير كمان أن يجيلك الطفل مثلاً سنه بتاع 7-8 سنين وما بيتكلمش كويس أو زي ما بيقولوا كده بيتهتى. سبب اللحمية هو يعني عنده حاجتين، أولاً هو طريقة النطق بتاعته مش كويسة. حاجة تانية بتحصل التهابات دايما في الأذن، محدش بياخد باله فهو بيسمعش كويس فبيعبرش عن نفسه كويس. دكتور، هو الحل الوحيد لعلاج تضخم اللحمية هو الاستئصال؟ يعني هي ما يمكن تعالج فعلا بالأدوية؟ أصل هي زي ما يقولوا كده هو جسم ليفي زي الليفة، فما فيش، هو بيقفل آخر الأنف من الخلف، فلازم أنت تفتح طريق للهواء عشان يعدي. يعني ما في حاجة. لأن بقول لك ده احنا بعد ما نعمل عملية في الغالب في حالات كتير بترجع، ما نقدرش ان احنا ما نعملهاش. طيب ايش هو السن المناسب يا دكتور
لاستئصال اللحمية؟ أنا عارف الإجابة من حضرتك على هذا السؤال اللي هو السن المناسب لاستئصال اللحمية، وكيف بيتم إجراء هذه الجراحة وما هو المتوقع بعد إجراءها، لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حلقتنا. أي سؤال، أي استفسار، أي استشارة حابين توجهوها للدكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة، مستمعين الأعزاء حياكم الله على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامج طبابة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة. وموضوعنا اليوم عن أمراض أو مشاكل انسداد الأنف عند الأطفال، أمراض اللحمية واللوزتين وحساسية الأنف. أرحب فيك مرة تانية دكتور عماد وأهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. طبعا مستمعينا لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على عيادة طبابة أونلاين على واتس البرنامج 055-66-89-01. دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أسباب تضخم اللحمية اللي بتعتبر هي أحد الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف عند الأطفال، وتكلمنا أنه ليش بعض الأباء والأمهات بيكون عندهم تخوف من استئصال اللحمية، وقد يكون هذا التخوف له أسباب ومبرراته، لكن لما نجي نقيس المزايا والعيوب نلاقي أنه إذا قرر الطبيب استئصال اللحمية فلا بد من استئصالها، لأنه مهما كان هتكون أفضل من تركها. لا طبعا. أي. طيب الآن دكتور نسأل إيش هو السن المناسب لاستئصال اللحمية عند الأطفال؟ بص حضرتك، هو بالنسبة للسن المناسب يعني عايز أقول حاجة أكيد كل الدكاترة عارفينها لكن الناس ممكن ما تكونش عارفة. مفيش سن مناسب للحمية، طالما أن أنا مضطر أن أنا أعمل عملية اللحمية هعملها في أي سن. لكن احنا بنقيم الامور، يعني لو عندنا طفل ضعيف شويه، لو اللحميه مش كبيره او حجمها متوسط، او الطفل ممكن يقعد عشان موضوع التخدير عشان اسباب تانية، فاحنا ممكن ننتظر الى الحد اللي خلاص لابد ان احنا نعمل فيه اللحميه. لكن سن معين مفيش سن معين، احنا ممكن نعملها في اي سن طالما ان احنا محتاجين نعمل عمليه اللحميه. بتعتمد على الحاله نفسها. ايوه، اذا وصلت لمرحله انه التضخم صار فيه مشاكل خلاص يفضل في الحاله هذه انه نقدم على الاستئصال. لازم. نعم. طيب كيف بتتم عملية استئصال اللحمية؟ وأعتقد أن الطب تطور كثير في الفترة الأخيرة هذه وصار فيه يعني صارت عملية بسيطة. عملية اللحمية احنا كنا زمان الطريقة العادية اللي احنا بنعملها ان احنا بنعمل عملية حاجة اسمها كحت اللحمية، بنكحت اللحمية بقالة كده اسمها كحت. دلوقتي مع التقدم ووجود المنظار الضوئي فخلاص احنا بنعمل العملية بالمنظار الضوئي. تمام. الأحدث منه دلوقتي ان احنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكوبليشن. الكوبليشن ان احنا جهاز يعتبر تبريد. نوع من الليزر يعني؟ هو مش ليزر، الليزر ده التبريد عن طريق ترددات مغناطيسية. احنا بندخل الجهاز هو نفسه بيعمل بيقلل حجم اللحمية نفسها. بدون استئصال يعني؟ باستئصال بس بحاجات بسيطة مثلا؟ يعني استئصال مش قطع او مش كحت، لكن ان هو بيشيل وبيعمل توقف للنزيف في نفس الوقت يعني. فالكوبليشن ده يعتبر من احدث الحاجات اللي موجوده دلوقتي بمساعده المنظار. طبعا المنظار الضوئي ساعدنا كتير في ان احنا نحدد الحجم ونحدد المكان ونشيل كمان معظم اللحميه بامان، وان احنا نتجنب الاعراض الجانبيه اللي بتحصل مع اي عمليه. ممتاز دكتور. طيب هذه الحقيقه يعني حاجه خبر جميل وشيء طيب انه احنا نشوف انه الطب تقدم في هذا الجانب، يعني تحديدا الطفل يعني هذه العمليه بالمنظار او بالكوبليشن اللي حضرتك ذكرته الان برضو بتتم بتخدير تخدير كلي؟ تخدير كلي يعني ما في تخدير مبطن؟ لا، خاصه انه الطفل يفضل انه يكون مخدر كليا. تخدير كليا لازم. طيب المتوقع بعد العمليه دكتور ايش بيصير؟ يعني الطفل كيف ايش بيصير من مش مضاعفات، خلينا نقول من اثار العمليه والاستئصال؟ عمليه اللحميه دائما مرتبطه بعمليه ثانيه اسمها عمليه اللوز. فلا اما هو يكون عامل عمليه اللحمية بس، لا اما عملية اللوز واللحمية. الطفل اللي عامل عملية اللحمية ما عندوش اي مشاكل في البلع. فبعد العملية خلاص يبقى احنا بنديله العلاجات المطلوبة وبننصح الام بالاكل على طول،
حاجات السائلة والساعة في أول يوم، وبعد كده كل حاجة ممكن الطفل ياخدها. كأي عملية في أعراض جانبية لازم يحصل أعراض جانبية. ممكن يحصل مثلا ان يحصل بعض النزيف، بس يعني الحمد لله احنا ما بنطلعش الطفل من العمليات لما نكون مطمئنين على النزيف. ممكن يحصل ان الصوت يبدا يخنف شويه او يبقى تقيل شويه. برضو كل الحاجات دي حاجات بتبقى عاديه مع العلاجات اللي احنا بناخدها. طبعا اهم علاجات بعد العمليه مش كمان المضادات الحيويه، بتبقى اهم ان احنا بندي بخاخات للانف. الهدف من البخاخات هذه الهدف من البخاخات ان طبعا الجهاز التنفسي وخصوصا الانف يكون مفتوح. وطبعا الافرازات اللي موجوده واي حاجه موجوده واي حاجات صغيره بتبدا في العمليه تنزل، هي دي اهم حاجه من دي. تمام. وبعض المسكنات للطفل، عشان طبعا اي طفل بيبقى طالع من العمليه بيكون فيه الم شويه صغير. لكن الموضوع مع اللوز بقى، لما بيبقى فيه عمليه مع اللوز فبتبقى مشكله الطفل ان هو في صعوبه في البلع، في الم مع البلع. فده لا، بيبقى له توجيهات تانية للام بان بنبدا بحاجات سائله وحاجات ساقعه في اول يومين، بعد كده حاجات طريه لمده 3-4 أيام 5 أيام لحد ما نطمئن عليه وخلاص، وبعد كده الأمور بتبقى تمشي. فمع اللوز بعد العملية بتبقى الأمور أصعب شوية، لأن الطفل نفسه بيعاني من البلع. هو دكتور، في ارتباط بين اللوزتين، التهاب اللوزتين واللحمية، هل اللي عنده لحمية لازم يكون عنده مشاكل في اللوزتين؟ هو الارتباط بارتباط طبيعي الجهاز الليمفاوي، ده جزء من الجهاز المناعي. زي اللوز برضو جزء من الجهاز المناعي. صحيح. ممكن في ارتباطات كتير انها بتحصل، لما بيكون في عندنا طفل عنده التهابات في اللوز متكرره، فبيكون في انسدادات دايما متكرره في الانف، فالانسدادات المتكرره في الانف بتكون سبب في ان اللحميه ممكن تزيد. نعم. فممكن نلاقي ارتباط ما بين الاثنين. يعني دي معلومه، بس مش بالضروره انه يكون اللي عنده لحميه. لا، مش بالضروره. ايوه، اللوز ليها مجال تاني في اسباب ان انا بعمل عمليه اللوز او الحاجات اللي بتحصل مع عمليه اللوز. تمام دكتور. طيب متى برضو يرجع الطفل لطبيعته؟ يعني هذه بعض الآثار اللي بتترتب بعد الاستئصال، بيعاني من بعض المشاكل، متى متوقع الطفل يرجع طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي وما عنده مشاكل أو أي أعراض؟ بالنسبة لعملية اللحمية مفيش أكتر من 2-3 أيام 4 أيام على أقصر حاجة. بالنسبة لعملية اللوز ممكن الموضوع يمتد لأول أسبوع، لأن زي ما بقولك تبقى المشكلة في البلع. طيب خلينا دكتور نروح للسن الأكبر شوية، اللحمية ممكن كمان تصيب الكبار. ممكن تصيب الكبار. طيب كيف بيكون الإجراء في الحالة هذه مع الكبار؟ الإجراء كعملية هو نفس الإجراء، بس بيقولوا دائما إنه مثلا استئصال اللوزتين عند الأطفال أسهل من استئصالها عند الكبار، هل اللحمية نفس الشيء؟ نفس الكلام. اللحمية في الكبار بتبقى الأعراض الجانبية بتاعتها أكتر. فبالتالي أنا لما بكون بعمل عملية بيكون في احتياطات أكتر. نعم. لكن في الأطفال بتبقى الأمور بتبقى إلى حد ما أسهل، الأعراض الجانبية بتاعته بتبقى أسهل شوية. طيب نجي دكتور على موضوع يعني ما بعد إجراء العملية اللي هي استئصال اللحمية. حضرتك قلت لي كلمة، قلت إنه إذا ما اهتموا الأهل بعد استئصال اللحمية ممكن يصير في بعض مشاكل مستقبلية، فإيش النصائح اللي حضرتك توجهها للأهل في هذا الجانب؟ النصيحة الأولى المتابعة مع الطبيب. لابد أن يكون في متابعة دورية مع الطبيب، إن احنا كل فترة كده لازم نروح نشيك على الطفل نشوف أخباره إيه. حاجة تانية المراقبة، احنا بنبص على الطفل بنشوف فيه انسدادات موجودة ولا لا، هل الطفل بدأ يتنفس ولا لا. نعم. بدأ، لو كان عنده تأخر في الكلام بدأ يتكلم ولا لا، السمع لو كان عنده مشكلة في السمع بدأ يتحسن ولا لا. حاجة تانية العلاجات، احنا بندي ساعات علاجات حماية للطفل اللي هي بعض البخاخات للأنف وبعض أدوية الحساسية إن كان الطفل عنده أساسا حساسية للأنف، وبنتابعه بنشوف حجم اللحمية أخبارها إيه والطفل أحواله إيه ومن ده كله. فالمتابعة للطفل دي مهمة جدا، إن احنا نتوجه للدكتور دايما لو حصل كمان أي أدوار من أدوار البرد المتكررة أو انسدادات في الأنف. حتى لو انسدادات مثلا احنا عارفين إن الطفل مثلا عنده حساسية في الأنف فمحتاج إن احنا نوديه للدكتور يبص عليه. تمام. هل ممكن تعود اللحمية مرة ثانية؟ ما زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اللحمية طبعا فيها عوامل ان هي ممكن تعود بعدين. بس حضرتك قلت لي الكلام هذا كان في الفاصل، ما كنا على الهواء. فهل يعني اذا رجعت اللحمية مرة ثانية ايش يصير؟ تعم برضو نرجع نستأصلها جراحيا مرة ثانية؟ احنا بنقيم تاني، بنعمل منظار وبنعمل اشعة وبنشوف حجم اللحمية، هل حجم اللحمية زي المرة الاولى محتاج عملية ولا حجم اللحمية متوسط. في بعض الأحيان لما يكون حجم اللحمية أقل من متوسط ومجرى الهواء مستمر بنتابع. لكن إن وصلت لنفس الحجم فخلاص احنا ما فيش قدامنا غير ان احنا نعمل اللحمية تاني. تمام.
وزي ما بقول لحضرتك اصل هي المشكله ان احنا عارفين ان هي بترجع, ويعني اي دكتور بيعمل عمليه اللحميه هو بيقول للمريض ان هي احتمال انها ترجع, لكن احنا مش هنقدر برضو نسيب الطفل يتاثر تاني عشان ما نعملوش لحميه تاني. صح صح اتفق معك. تمام دكتور, بعد الفاصل هنتكلم عن التهاب اللوزتين وأسبابه وكيف يتم التعامل معه, وناخذ برضو بتفصيل أكثر عملية استئصال اللوزتين, ونتكلم كمان عن حساسية الأنف. فاصل ورح نرجع بعده مستمعينا نكمل حوارنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. والسكري. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا, أهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم, وموضوعنا اليوم عن مشاكل انسداد الأنف عند الأطفال ومشاكل اللحمية واللوزتين وحساسية الأنف, مع ضيفنا الدكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة. برحب فيك دكتور عماد مرة ثانية. ومستمعينا لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01, وإن شاء الله هنجاوب على الأسئلة مع الدكتور عماد في الجزء الأخير من حلقتنا بعد الفاصل. طيب دكتور, احنا كنا بالآن تكلمنا عن اللحمية ويعني فصلنا في موضوعها, الآن نبغى نتكلم عن التهاب اللوزتين لأنه كمان من المشاكل المتكررة عند الأطفال وتحديدا طبعا في فصل الشتاء مع برودة الأجواء. اللوزتين حضرتك قلت لي انه هي جزء من الجهاز الليمفاوي, وقلت لي برضو بتتعرض يعني مع المشاكل البكتيرية او الفيروسية بتتعرض برضو للالتهاب والتضخم. فخلينا نعرف ايش اسباب التهاب اللوزتين. اسباب التهاب اللوزتين يعني التعرض للالتهاب الانفكشنز, سواء بكتيريال او يعني بكتيري او فيروسي. طبعا المنتشر والمعروف اكتر هو البكتيري. نعم, في انواع كتير من البكتيريا بتأثر على اللوزتين, بس خلينا نتكلم على أهم واحد في الالتهابات, أهم واحد في العدوى البكتيرية اللي بتأثر على اللوز, اللي هو الميكروب اللي بنسميه كده الميكروب السبحي, وده لأن شكله شكل السبحة لما بنبص عليه في الميكروسكوب. الميكروب السبحي اللوز لها دور في المناعة, ولها دور في المناعة في الأطفال لحد سن 12-13 سنة. هي تعتبر حاجز الأول, حاجز هي تعتبر زي ما بيقولوا كده مصفى لكل التهابات وكل البكتيريا دفاع. اللي بتيجي وخط دفاع أول, أيوة, أول كل الحاجات دي في الأطفال, لأن عشان طبعا الانتقال عن طريق الهواء وعن طريق الدروبلت اللي موجودة وعن طريق الحاجات اللي موجودة في الجو, فهي زي ما بيقولوا كده هي مصفى للموضوع ده. حلو التعبير مصفى هذا. هي تعتبر كده. بيجي لي ناس كتير يقول لك يا دكتور انا مش عايز اعمل عمليه اللوز لان لها دور في المناعه. فعلا هي لها دور في المناعه, بس دور في المناعه لو هي سليم, ما بيصيبهاش ميكروب. الميكروب السبحي ده من الحاجات اللي بتاثر على اللوز وليه تاثيرات كبيره, وبيحول اللوز من التهاب عادي الى التهاب مزمن. الالتهاب المزمن بعد كده فيه تاثيرات كتير, سواء بقى الالتهابات اللي بتحصل متكرره في اللوز فبتاثر على التهابات الصدريه او بتاثر على التهابات الانف أو بتأثر على نمو الطفل أو بتأثر على إن الطفل دايما تعبان ما بيروحش يتابع حياته في المدرسة كويس. طبعا لما بيتساب الميكروب السبحي بيأثر على بيعمل حاجة اسمها الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية تأثيراتها الثلاثة الأعراض الكبيرة فيها الثلاثة على القلب وعلى الكلى وعلى المفاصل. فبالتالي إن أنا لما باجي أحدد إن أنا عايز أعمل عملية اللوز أنا بقى مضطر وعارف ان خلاص اللوز دلوقتي ملهاش دور في المناعة, بالعكس هي بقى لها دور في التأثير على جسم الطفل. لما بنيجي نتكلم بقى طيب احنا امتى نعمل عملية اللوز, يعني بيجي لي طيب انا الطفل عندي طفل او دلوقتي امتى هعمل له عملية اللوز. عملية اللوز ببساطة لو متكررة, اول حاجة لو متكررة. طيب متكررة قد ايه؟ 7 مرات اول سنة. لو جات له 7 مرات في السنة يبقى لازم يعمل عملية اللوز. اوكي, لو جات له 5 مرات في السنة لمدة سنتين متتالية يبقى لازم يعمل عملية اللوز. انتوا بتحسبوها بالمرة. لو جات له 3 مرات في السنة لمدة 3 سنوات متتالية يبقى لازم يعمل عملية اللوز. اوكي. طيب لو حصل للطفل التهاب صديدي والالتهاب الصديدي عمل خراج. التنسيل البيروتنسيل الابس. ده لازم يعمل عملية اللوز. لأن الصديد بينزل على, لأن الصديد دلوقتي ده الميكروب السبحي هيأثر عليه وهينزل على أجزاء أخرى في الجسم. فمش هينفع أن احنا نسيبه. مثلا في حاجة تانية بقى بتيجي في الأطفال, يعني ما بتجيش كتير للأطفال, بتيجي أكتر للكبار, أنه ممكن يكون في حاجة اسمها استون, يكون في حبيبات,
طبعا بقى الاورام لا قدر الله الحاجات دي كلها. لكن هو اهم سببين بالنسبه لنا التكرار والخراج زي ما بنسميه بالعام كده. تمام. طيب عمليه استئصال اللوزتين دكتور، هل في مثلا حالات معينه لا يفضل فيها استئصال اللوزتين؟ في حالات احنا بنضطر ان احنا مش عايزين نعمل فيها عمليات اللوزتين خوفا على على الطفل نفسه. بالنسبة مثلا للطفل اللي عنده مشاكل في النسف، الطفل اللي عنده أنيميا زي أنيميا البحر المتوسط أو أنيميا الفول مثلا، دي من الحاجات اللي احنا بنأجلها للسن المناسب عشان نشوف ان احنا نعملها، لان بيكون فيه احتياطات. تمام. دي من الحاجات اللي بتقابلنا كتير بالنسبة ان احنا امتى نقول لا طب عملية الوزن نستنى عليها شوية نتابع لحد ما نظبط الحاجات دي كلها. لكن لو الطفل كويس وتحاليله كويسة وأحواله سليمة فخلاص طالما ان احنا شايفين محتاجين لازم نعمل عملية. طيب جميل، اذا احنا وصلنا هنا لمرحلة ان الطفل يحتاج انه يعمل العملية زي ما حضرتك قلت، اما 7 مرات في السنة او مرتين لمدة سنتين او ثلاث مرات لمدة ثلاث سنين. اوكي تمام. فاذا وصلنا لهذه المرحلة والدكتور قرر انه الطفل في حالة تستدعي فعلا استئصال اللوزتين، كيف بيتم استئصال اللوزتين جراحيا؟ استئصال اللوزتين لها طرق متعددة. في طريقة الجراحة العادية، في بعد كده طريقه ان احنا بنعملها بالحراره بالحراره اللي هو بيسموها في الدارج الليزر. الليزر ايه؟ على فكره الليزر احنا ما بنستعملوش كتير في الاطفال، يعني احنا ساعات في بعض الاحيان بنستعمله في الكبار في حالات معينه. والطريقه الجديده زي ما قلت لحضرتك دلوقتي اللي هي الكوبليشن، برضو نفس الشيء، الطريقه اللي احنا بنستعمل بها اللوز اللي هي طريقه التردد الحراري والتبريد، ان احنا بنشيل اللوز بامان لان انت بتشيل اللوزه وبتعمل توقف للنزيف على طول. حلو. فدي من أحدث الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي. ممتاز. طيب بعد الجراحة إيش المتوقع وفترة النقاهة كم علشان يرجع الطفل لحالته الطبيعية؟ بعد الجراحة متوقع حاجتين، أن الطفل دائما مش عارف يبلع، أكيد فمش عارف يبلع مش عارف يأكل. فبتبقى مشكلة بقى مع الأم أن الطفل مش عارف يأكل. طب بيجي لي بقى الطفل بعد أسبوع الطفل ما أكلش خالص. الحاجة اللي بحب أتكلم عليها أن أهم حاجة بعد عملية اللوز مش العلاج، الأكل. لأن هو المفروض أصلا بعد عملية اللوز إحنا منديش علاج، إحنا بنبدأ علاجات حاجات بسيطة زي خافض الحرارة، زي حاجات بخاخات للفم، ساعات بعض المضادات الحيوية، لأن ببقى متوقع إن الأم مش هتعرف تأكل أول يومين وتاني وتالت يوم ورابع يوم لأن الطفل مش مساعدها إن هو يأكل. طبعا أول يوم بيكون الحاجات كلها الحاجات الساعة آيس كريم، آيس كريم ودي الحاجات ودي الحاجات اللي بيبقى ساعات الطفل يحبها بقى بعد أول يوم. أيوه. آيس كريم بيستمر معنا يومين ثلاثة أيام، والحاجات الطرية الحاجات الدافية بنبعد عن الحاجات الجامدة الحاجات الساخنة كلها. في خلال لو الأم التزمت بالأكل من 3-4 أيام وتخطط مرحلة أن الطفل بيتألم أثناء البلع، الطفل ممكن يبقى كويس في خلاص في 4-5 يوم. ممتاز. لا طب احنا ليه ما بن يعني ليه بنأكد على الأم من الأكل؟ لأن الأكل أولا بيساعد في الشفاء، وهو السبب الوحيد أنه بيقلل في الأعراض الجانبية، أن احنا ساعات بنخاف من النزيف الأكل. النزيف الأولي والنزيف الثانوي، كأن الأكل لما بينزل مع عملية البلع وكأنه مثلا بيضغط المنطقة مثلا. احنا الهدف أن احنا بتحرك اللعاب. لما بتحرك اللعاب بتعمل حاجات كتير. اولا الحاجات الطبقه اللي احنا شلنا منها عندها اللوز، الطبقه اللي هي الطبقه اللي بتبقى الطبقه البسيطه اللي بتتكون، تبدا تتكون تقفل على الاوعيه الدمويه اللي موجوده في في اساس اللوز اللي هو البيز بتاع، فبالتالي بتحمي ان يحصل نزيف وبتعمل انقباض. حاجه تانية ان الطفل بياكل يبقى خلاص حركه اللعاب بتشتغل، حركة البلعوم بتشتغل، بتحميه من كل الكلام ده كله. جميل. وبعد ما يرجع الطفل للحياة الطبيعية، يعني بعد ما تخطينا ال5 أيام هذه أو ال6 أيام والحمد لله صار طبيعي وما عنده مشاكل في البلع، خلاص بيمارس حياته بشكل طبيعي ويقدر يرجع مدرسته مثلا لو كان في المدرسة عادي، خلاص خلال أسبوع ممكن الطفل يرجع المدرسة، مش أي مشكلة طالما الطفل بدأ يأكل وبدأ يتعايش وبدأ ما يحسش بألم. وطبعا احنا بعد اول اسبوع لازم نجيب الطفل نطمئن عليه، مفيش اي اعراض جانبيه، مفيش اي نزيف، مفيش اي حاجه، خلاص الطفل ممكن ممكن بعد اسبوع 10 ايام اقصى حاجه يرجع للمدرسه ويتابع حياته الطبيعيه عادي. ليش يا دكتور استئصال اللوزتين عند الكبار صعب؟
استئصال اللوستين عند الكبار صعب لان الاعراض الجانبيه بعد العمليه بيبقى اصعب. هي عندهم الاعراض الجانبيه الالم بيبقى اصعب واحتماليه النزيف بتبقى اكبر. زائد برضو ان يعني الكتله الليمفاويه اللي هي التونسل نفسها اللي هي اللوزه نفسها بتكون اكبر, بتبقى اكبر واصعب في استئصالها في الكبار. عشان كده يفضل لو الطفل عنده مشاكل في اللوزتين يعملها هو صغير. طيب جميل. طيب ننتقل يا دكتور الآن لموضوع الجيوب الأنفية, وهي برضو من المشاكل اللي بيعاني منها الأطفال وبتسبب مشاكل عندهم في التنفس وكذا. فخلينا برضو نعرف إيش أسباب الجيوب الأنفية والتهابها. طيب احنا هنفرق برضو بين حاجتين بتحصل في الأنف اللي هي حساسية الأنف والجيوب الأنفية. تمام. الجيوب الأنفية التهاب زي أي التهاب بيحصل. ممكن يكون التهاب بكتيري, ممكن يكون التهاب فيروسي, ممكن بعض الحالات بتبقى التهاب فطري, ودي بتحصل في الكبار يعني. تمام. التهاب يعني عدو. عدوى اتنقلت للطفل عملت التهاب في الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية ليه أعراض. أعراضه أهم أعراضه طبعا انسداد في الأنف, إفرازات مخاطية بيتغير لونها من الأصفر للأصفر داخل على الأخضر لحد الأخضر, وبعض الأحيان بتبقى فيها مخلطة زي ما بيقولوا بدم أو فقط على دم صغيرة. والصداع. أي صداع هذا أكتر شيء, بس ده أكتر بيحصل مع الكبار. الصداع في الطفل, الطفل ما بيعرفش يعبر عن أنه عنده صداع. لكن أنا بالفحص بعرف أنا الطفل عنده صداع ولا. أهم حاجة في الأطفال هي ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة من الحاجات الأساسية إن احنا نشوف درجة الحرارة فوق 39 ونص. تمام. فبنتأكد هنا إن في التهاب في الجيوب الأنفية, بيبقى التهاب بكتيري. تمام تمام. طيب كيف يا دكتور بيتم العلاج؟ بالنسبة لالتهاب الجيوب الأنفية لو تأكدنا إن هو التهاب في الجيوب الأنفية نتيجة التهاب بكتيري, طبعا بتبقى فيه مضادات حيوية بتستمر من أسبوع لعشر أيام. ساعات بنحتاج أكتر من كده بس في بعض الحالات. بخاخات الأنف عشان نفتح الأنف. مضادات الحساسية في بعض الأحيان لو الطفل مصاحب معاه كمان حساسية. وخافض الحرارة. متى ممكن نحتاج الكورتيزون؟ هذا السؤال هسأله لحضرتك وهنعرف الإجابة عليه بعد ما نطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01, وإن شاء الله هنجاوب على الأسئلة في الجزء الأخير اللي إحنا هنرجع له بعد الفاصل بإذن الله. فاصل ورجعين. والسكري. حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في طبابة على ألف ألف أف أم, ومع ضيفنا الدكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة, وموضوعنا اليوم عن مشاكل انسداد الأنف واللحمية واللوزتين وحساسية الأنف عند الأطفال. حياك الله دكتور عماد وأهلا وسهلا فيك. أهلا بيكم. لازلنا برضو نستقبل أسئلتكم مستمعينا على واتس البرنامج 055-66-89-01. ووصلنا إلى الجزء اللي راح نجاوب فيه على الأسئلة, بس راح الأول ناخذ نكمل السؤال اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل يا دكتور في علاج الجيوب الأنفية, وحضرتك قلت إنه بياخد بخاخات وأدوية للحساسية. متى يتم استخدام الكورتيزون؟ الكورتيزون بنستعمله في أعراض معينة. لما يكون عندنا أعراض معينة في الجيوب الأنفية. لو اولا بالنسبه لموضوع حساسيه الانف, لو الحساسيه مستمره لمده كبيره قوي واستعملنا كل العلاجات المتاحه وحاجات اللي ضد الحساسيه وحاجات بنديها كمان عشان تحمي الحساسيه, في بعض الاحيان بندي كورتيزون كشورت اكتنج لمده معينه, يعني بنديه لمده معينه بجرعه معينه, جرعه صغيره نستمر عليها فترة ما تزيدش عن أسبوع عشر أيام. لكن في حاجات بنحتاج لها الكورتيزون أكتر. إن تكون لحميات مثلا في الأنف, جيوب الأنفية. حاجة تانية لو حصل التهابات في الأذن. حصل التهابات في الأذن وتجمع مائي خلف طبلة الأذن, إن هو بيحصل نتيجة زي ما قلنا أي مشاكل في الأنف. أي مشاكل في الأنف ممكن تسبب الموضوع ده. ساعات بنلجأ للكورتيزون. برضو في موضوع الكورتيزون لأن في ناس كتير بتخاف من الكورتيزون وأعراضه الجانبية والكلام. الكورتيزون علاج زي أي علاج. أي علاج في الدنيا ليه جرعة, ليه مدة, ليه أعراض جانبية. فالكورتيزون بنديه بجرعة معينة في مدة معينة عشان نتجنب المشاكل أو المشاكل اللي بتحصل منه. نعم. فكل حالة وليها الجرعة المعينة اللي احنا بنستخدم فيها موضوع الكورتيزون. مفيش أي قلق من الكورتيزون طالما إن كاتبه دكتور وملتزمين بالجرعات. ملتزمين بالجرعات لحاجة معينة.
هو ممكن الحاجات اللي بتحصل مع الكورتيزونات لإما المريض في مرض محتاج جرعات كبيرة لمدة كبيرة أو لإما الناس مش ملتزمة بالجرعات أو بتستخدم الكورتيزون استخدام خاطئ. جميل. طب ناخد يا دكتور كده في يعني دقيقة كيفية يعني ممكن يكون في نصائح بسيطة وفعالة للتخفيف من حدة التهاب الجيوب الأنفية. هنتكلم عموما يعني أولا إن احنا كحاجة بتتنقل بكتيريا بتتنقل أو إنفكشن بيتنقل أو عدوى بتتنقل يبقى أهم حاجة إن احنا في التجمعات نقلل التجمعات شوية إن احنا نكون في التجمعات ونكون لابسين وسائل الحماية أقل حاجة الماسك مثلا النظافة الشخصية خصوصا للأطفال غسيل الأيدي دي مهمة جدا استخدام المحلول المنظف للأنف اللي هو المحلول الملحي الحاجات اللي بتطهر أنف أول بأول ممكن نستعمل حمامات البخار حمامات البخار من الحاجات برضو اللي بتساعد في التنفس وبتساعد في ان احنا نبعد عن العدوى دي الحاجات الأساسية اللي احنا لازم نعملها عموما في البعد عن العدوى عموما في اي حاجة خصوصا العدوى في الجهاز التنفسي طب اذا كان الموضوع حساسية جيوب أنفية حساسية جيوب الأنفية مشكلتها ان انت عندك ان الجسم بيقاوم مسببات الحساسية بأعراض معينة نتيجة افرازات مواد معينة زي الهستامين هي نفس الحاجات اللي احنا بنعملها خصوصا للطفل يعني احنا بنعود الطفل هو صغير ان هو دايما لازم يكون بيغسل ايديه ولما بيكون في تجمعات موجودة انت موديها الطفل المدرسة وعارف ان الطفل عنده حساسية وفي تغيرات في درجة الحرارة فلا تزيدي عليه كمان عدوى بكتيريا فلازم نكون لابسين وسائل حماية الماسك مثلا حاجة تانية في بعض الاحيان لما بيكون في تغيرات كبيرة في الجو انا بنصح الام ان الطفل ما يخرجش أوكي. لان لو خرج هيتعرض لمسببات حساسية يعني الوقاية افضل في الحالة الوقاية احسن جميل طيب استأذنك يا دكتور الان ناخذ الاسئلة اللي جاتنا من المستمعين الكرام طبعا عندنا هذا السؤال من الاستاذ عبد الوالي صياد من الرياض يقول السلام عليكم طاب مساءكم ولدي عمره الان 14 سنة ودائما انفه مسدود واذا راح الانسداد يجيه مخاط باستمرار وبالرغم من اننا شلنا منه لحمية قبل 8 سنوات وما عنده شخير السؤال ما هي المشكلة وما الحل المناسب لأننا فعلا متضايقين ودمتم بخير الله يشفي يا رب ويخلي لكم أولا ألف سلام عليه الحاجة الثانية المشكلة ممكن تكون مشاكل متعددة أولا اللحمية ممكن تكون رجعت تاني زي ما احنا قلنا رجعت مش بنفس القوة الأولى يعني عاملة بس انسداد فالانسداد بيعمل تراكمات مخاطية تمام ممكن تكون حساسية مزمنة حساسية مزمنة بتعمل مخاط أي نعم هو بيبقى مخاط سائل شفاف بس ممكن يختلط على المستمع الحاجة الثالثة ممكن يكون فيه التهاب في الجيوب الأنفية أو حتى التهاب مزمن فطبعا أحسن حاجة في الموضوع ده لابد أن المتابعة مع طبيب للكشف وعمل منظار وعمل أشعة لو محتاجة تمام طيب في سؤال آخر تقول بنتي عمرها 2 سنة و8 أشهر أجرت عملية بعمر سنة لفتحة سقف الحلق فقط بدون الأرنبية وبيصيبها أعراض برد متقطعة مع أي وعكة أو برد فما هو الحل؟ يوجد موية خفيفة خلف الطبلة ودكتورة الأنف تقول تروح مع الوقت هي فعلا مشكلة المية اللي في الأذن بتحصل المشكلة دي أكتر مع الشق اللي في سقف الحلق اللي هو اسمه الكليفت بلت وفعلا هو الحل في الموضوع ده إن هي المتابعة مع طبيب وهي فعلا بتروح مع الوقت مع استخدام بعض الحاجات لفتح الأنف ان احنا بنستخدم ساعات بخاخات ومنظف للانف وبنتابع الطفله على طول باستمرار بنعمل لها مثلا منظار بنبص على الاذن ونطمئن عليه يعني فعلا هو الانتظار هو الحل لان الكليفت بلت من الاعراض الجانبيه بتاعته هي الحكايه دي طبعا هي لما هتعمل ان شاء الله عمليه الكليفت بلت هي بس المشكله ان هي بتتاخر شويه لحد سن 6 سنين بتبدا الاعراض دي تروح تمام طيب في سؤال كمان دكتور يقول رعاف الانف بيتكرر بشكل دائم كيف افرق بين رعاف الانف العادي ورعاف الانف الخطير اللي يستلزم التوجه الى الطبيب رعاف الانف اللي هو نزيف الانف امتى بنتوجه للطبيب لما كميه الانف بتزيد كميه نزيف الانف بتزيد عن كميه معينه او عدد مرات معينه يعني احنا مثلا قاعدين لقينا في كميه كبيره تنزل ومستمره طيب وقفت وبعد كده بعد 5-6 ساعات يومين حصلت نفس الموضوع يبقى لابد نفجل الطبيب لان هي ساعات بتحصل في الاطفال او في الكبار لبعض الناس اللي عندهم ضعف الشعيرات الدمويه فساعات بيحصل الموضوع وبيبقى الموضوع بسيط يعني احنا دكتور نقلق لما تكون كميه النزيف كبيره او كثره المرات النزيف
التكرار. هنا لازم نلجأ للطبيب. لكن ما عشان برضو ما نخوف المستمعين وإحنا ما نخاف، لكن لو مثلا صار مرة في نزيف كذا بسيط بشكل عرضي وكمية بسيطة عادي، ما نقلق، ما فيش أي مشكلة. والتصرف في الحالة هذه إنه الشخص يرفع رأسه للأعلى، ولا إيش التصرف يا دكتور؟ التصرف الأحسن إن الطفل إن الشخص ما يرفعش للرأس ولا ينزل الرأس. أي شيء الرأس مستقيم، الطفل الشخص الرأس مستقيم، وبنحط كمادات مية ساعة شوية على أعلى الأنف وبنضغط عليها كده لمدة دقيقة دقيقتين. يضغط عليها عشان يمنع مضغط على الأنف. أيوه. هذا هو الحل الوحيد، لكن مو يرفع رأسه أو يرفع لا رفع الرأس حيخلي الدم ينزل. الدم ينزل. طيب هناخد آخر سؤال يا دكتور، يقول هل التهاب اللوزتين يؤثر على الكلى، وهل من الممكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي؟ حضرتك ذكرت هذه النقطة من مضاعفات التهاب اللوز. احنا قلنا أن هي مضاعفات التهاب اللوز لو كان في ميكروب سبب هي الحمى الروماتيزمية. طبعا مع مدة طويلة أثر على الكلى، فطبعا ده يعني مش هتبقى هتحصل كده إلا لو ما كانش فيه متابعة مع الطبيب. يعني أنا كطبيب أنف وأذن لما بيجيلي مريض وأنا عارف أن فيه ان ممكن يكون فيه الميكروب ده موجود، انا بعمل له التحاليل المطلوبه، ولما بلاقي النسبه بتاعته عاليه لازم في الحاله هذه بوجهه للطبيب الاطفال وخصوصا طبيب القلب عشان يتاكد ان فيه حمى روماتيزميه ولا لا، وهل هي اثرت على حاجات تانية ولا لا، لان دي من الاعراض الخطيره اللي احنا ما نقدرش نسيب الطفل عليها. تمام، انا بشكرك جزيل الشكر دكتور عماد المهندس اخصائي انف واذن وحنجره، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور. دكتور عماد المهندس للي سالوا عن مكان وعياده الدكتور في عيادات سابا فرع وطنك الصفا، طبعا الدكتور بيرحب بأي استشارات من مستمعي برنامج طبابة وطبعا مستمعي ألف ألف أف أم. شكرا لك دكتور عماد. شكرا لك والمستمعين. الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد. تقبلوا تحياتي أنا نشوى السكري ومخرج الحلقة عمر حسين، في حفظ الله ورعايته.